تخفيف المناهج الدراسية خاصة وإن الدراسة السنة دي اتأجلت حوالي شهر بدأت 17/10 على عكس السنين اللي فاتت كانت بتبدأ في 20/9 يعني حوالي شهر تأجيل طب المنهج هل هيبقى هو هو نفس المنهج مش هيتم تخفيف المنهج أو حذف أجزاء من المناهج الدراسية سواء إعدادي أو ثانوي أو حتى ابتدائي عشان الامتحان كده هيبقى كبير على الطلاب سؤال بيتساءلوا أولياء الأمور وكتير من الطلاب والانين بالموضوع ده هنعرف مع بعض في الفيديو ده رد وزارة التربية والتعليم على تخفيف المناهج، ولكن في البدايه عايزك تتابع معايا الفيديو للنهايه وتهتم بكل كلمه، لان كل كلمه قالتها وزاره التربيه والتعليم في غايه الاهميه، وما تنساش تدعمنا وتعمل لايك للفيديو وشير لاصحابك، وهسيب لكم الرابط في اول تعليق لو انت من محبي القراءه علشان تقدر تقرا الخبر باستفاضه. تخفيف المناهج الدراسيه في ظل الفتره الحرجه من انتشار الفيروس زي ما احنا شايفين الموضوع عمال بيزيد في الاصابات. طيب الطلاب احتمال ان هم يقعدوا من المدارس ولكن العام الدراسي هيستمر ومش هيكون في تاجيل. يعني هنا بيقول لك ايه ببساطه العام الدراسي هيستمر ومش هيتم تاجيله زي السنه اللي فاتت بالظبط وزير التربيه والتعليم اكد ان الدراسه هتستمر حتى لو الفيروس انتشر قال كده من الاخر يا جماعه لو في كورونا او ما فيش كورونا برضه هيستمر العام الدراسي ومش هيتم تاجيله او الغائه ولكن المدارس هي اللي تغلق ابوابها والتعليم هيستمر عن بعد من خلال القنوات التعليميه والمنصات المختلفه دي كان اخر تصريحات وزير التربيه والتعليم واعرب عن عدم وجود نيه لوزارة وزاره التربيه والتعليم علشان توقف العام الدراسي الحالي، مفيش ولا خطه ولا نيه اصلا لوقف العام الدراسي، كده هو مستمر، طب الامتحانات هيبقى الامتحان شامل المقرر كله ولا يهتموا مثلا بالوحدات الاولى؟ وزير التربيه والتعليم قال ان الطالب مسؤول عن المنهج باكمله، خلي بالكم الحته دي، الطالب مسؤول عن المنهج باكمله في الامتحان، يعني كده الطلاب مطالبين بالمنهج كله، يعني الوحده الاخيره مش هتكون للاطلاع او ان هي هتتحذف لا ولا هتكون اطلاع ولا هتحذف المنهج كامل حتى بالقصه لازم ان الطالب ينجح في الامتحان اللي هو هيكون عن المنهج كله طيب مش هيتم حذف حتى صفحه لا لن يتم حذف اي جزء من المنهج ولا حتى صفحه والطالب هيمتحن في المنهج باكمله حتى ينتقل الى الصف الاعلى عشان كده وزير التعليم بيناشد الطلاب بالاستمرار في الدراسه وعدم ضياع اوقاتهم يبقى كده للاسف اي نعم في شهر التاكل من العام الدراسي او من الترم الاولاني ولكن المنهج زي ما هو مفهوش حاجه محذوفه بالنسبه للثانويه العامه النظام الجديد الاسئله المتحرره النظام الالكتروني، الامتحان هيشتمل على جميع المقرر جميع الوحدات بالفصل الدراسي الاول، كنا نامل ان يكون في تخفيف او حذف حتى بعض الاجزاء من المنهج علشان الامتحان كده هيبقى ثقيل على الطلاب الوقت هيكون قليل عندهم مذاكره كتير ولكن الواضح ان مش هيكون في حذف او هيكون في تخفيف عشان كده لازم تذاكروا لازم تهتموا لازم ما تضيعوش وقت وان شاء الله رب العالمين الامتحان هيكون سهل وتقدروا تحلوا فيه وتقفلوا كمان ولو تم اغلاق المدارس هيتم التواصل مع المدرسين والطلاب من خلال الفصول الافتراضيه زي ما حصل قبل كده في منصه ادمودو وغيرها وشرح المنهج هيكون على القنوات التعليميه عشان كده لازم تهتموا بكل كلمه وكل تفصيله صغيره جوه المنهج الامتحان مش هتبقى اسئله مباشره وممكن تبقى الاسئله بره شويه عن الكتاب ولكن لازم نتدرب على النظام الجديد نهتم بالمنهج كله من اول صفحه لحد اخر صفحه طبعا في كتاب البي دي اف الكتاب الالكتروني اللي موجود معانا على التابلت وبالنسبه لاعدادي نفس الكلام مفيش الغاء مفيش حذف مفيش تخفيف للمناهج الدراسيه وفي النهايه الوزاره قالت للطلاب اللي هم خايفين يروحوا المدرسه او لو الامور اللي هم خايفين ممكن الطالب يحول منازل لو مش عايز يروح المدرسه او ممكن يتم تاجيل العام كله او ان هو يروح مع الاخذ في الاعتبار الاجراءات الاحترازيه زي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامه يبقى كده من الاخر تذاكروا المنهج كله تهتموا بالاسئله الجديده والنظام الجديد تحلوا عليه كتير وان شاء الله ربنا يوفقكم والعام الدراسي ده ينتهي على خير